في إطار المواقف الروسية تستمر الهستيريا الغربية التي تصور روسيا كدولة تريد الاعتداء على الأراضي الأوكرانية وفقا لآخر التصريحات التي أصدرتها موسكو اليوم، وتنادي من خلال آخر التصريحات موسكو نظرائها وشركائها في هذا الغرب بالتخلي عن هذه اللغة كما تسميها ومثل هذه التصريحات التي تزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة المتوترة أساسا، تزيد من الأجواء السلبية التي تباعد بين الأطراف وفقا لما تتحدث عنه موسكو، خصوصا وأنها تؤكد كما تقول بأن لا نوايا لها لحدوث مثل هذا الاعتداء، لحدوث غزو للأراضي الأوكرانية إن كان الأمر وقفا عليها وعلى مواقفها كما تقول. هي تستجمع قواتها في إطار المناورات والتدريبات العسكرية، لكنها تريد من خلال ذلك إرسال رسائل ردع فحسب للأوكران بطبيعة الحال لتواجد هذه القوات قرب الحدود الروسية الأوكرانية، وذلك تخوفا من وقوع استفزازات تطال الانفصاليين في مناطق جنوبية وشرق أوكرانيا، وأيضا رسائل للشركاء في الغرب الذين باتوا أيضا يعززون من مواقعهم العسكرية قرب حدود روسيا. فيما يتعلق بالتحركات الدبلوماسية، موسكو ماضية فيها وهي تفضلها على سواها بطبيعة الحال، وهي تعول على المواقف الأوروبية ولا سيما الموقف الفرنسي والموقف الألماني. الاتصال واللقاء المهم المرتقب بين الرئيسين الروسي والفرنسي يوم الاثنين تعول عليه موسكو كثيرا في إطار ليس فقط الضغط على السلطات الأوكرانية فيما يتعلق بالتزاماتها ضمن صيغة رباعية النورماندي، وإنما أيضا فيما يتعلق بالاستماع لمطالبها بخصوص الضمانات الأمنية.